السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي لو انت عامل التطبيق بتاعك على سكراتش او بيكتو بلوكس او اي برامج اللي هي برمج بالبلوكات، فدلوقتي انت عايز تشاركه مع حد من الاصدقاء، فطبيعي ان انت بتبعت له اللينك وهو بيفتحه كانه هو بيشتغل على سكراتش. احنا عايزين بقى نسيفه كانه هو ملف EXE، تمام، بحيث ان هو يقدر يشتغل عليه بالويندوز حتى لو هو ما يعرفش سكراتش او هو ما عندوش سكراتش. طيب اول حاجه ممكن تنسخ اللينك اللي هو دوت، وبعد كده تروح للموقع اللي احنا عايزينه، وهتلاقي هنا ان انت ممكن تشتغل من خلال ان انت تدي اللينك او فايل، تمام. يبقى انت هتسايف الملف بتاعك، يعني مثلا لو انت شغال على سكراتش او بيكتو بلوكس هتيجي هنا تقول له فايل وتقول له سيف، فيبدا ان هو يسايف الملف دوت، او تقول له سيف از، سيف بيسايف على نفس الملف اللي كان موجود قبل كده، هيديني ان هو بيسايف على هيئة SP3، ده الملف اللي موجود دلوقتي. طيب يبقى انا هقول له انا هرفع لك ملف SP3، او تديله ملف URL ويبدا ان هو يفتحه ويبدا ان هو يتعامل معاه. هقول له من داونلود اهوت الملف دوت اوبن، واقول له لود بروجكت، فيبدا هو يتعرف على المشروع ويبدا بقى يسالني انت مثلا عايز هاي كواليتي، مثلا عايز تحذف الفينسينج، عايز مثلا السكيل الشاشة العرض بتاعتك عايز تبقى كبيرة او صغيرة. طيب عايز الاسم بتاع الملف بتاعك يبقى اسمه ايه، عايز يبقى فيه ايكون ولا لا، عايز يبقى فيه بروجرس بار، يعني هو بيفتح يقعد فترة كده في كام ثانية يبدأ يظهر لي ان هو بيتحمل، يتم التحميل، انتظر قليلا، او اذكر الله، او سبح الله. لودنج سكرين ايمج، لو ممكن تديله صوره يبدا ان هو يعرضها لحد ما الملف يتحمل، بس حاول تكون صوره خفيفه. تقدر تتحكم بقى في الخلفيه، في الفور جراوند، في شكل الحروف، الانبوت بالماوس العادي، ولا انت عايز شكل معين تديهوله، هل انت عايزه ملف ايه. طبعا HTML بلاش، ملف مضغوط بلاش، هنديله EXE، تمام، عشان يشتغل على الويندوز. لو انت شغال على لينكس اختار دوت، لو انت شغال على ابل ماكنتوش اختار دوت. وبعد ما بخلص خالص اقول له باكج، يبدا ان هو يجمعه لي في ملف EXE ينفع ان حد يشتغل عليه. يبقى انا كده حولت من ملف SP3، يشترط ان انا اكون مسطب السكراتش او بيكتو بلوكس، لملف XE يقدر ان هو يفتحه عادي. هقول له سيف، فبينزل لي ملف XE، هبدا ان انا افتحه، فيبدا يجيب لي بقى يذكر الله، اصبح الله، او انتظر قليلا، وبيجي لي علامه جو المميزه للسكراتش وبيكتو بلوكس، هدوس كده هيبدا الملف بتاعي يشتغل. ده ملف كنا لسه شرحينه من شويه. فكده انا عرفت ازاي احول ملف سكراتش لملف تنفيذي ينفع ان هو يشتغل.